قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة وتحويل المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة لمسارها حفاظاً على الأرواح والممتلكات. كما طلبت الأجهزة المواطنين بالتعاون وعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من تحوله من مساره واتخاذ الحيطة والحذر. يأتي ذلك بعدما تعرضت المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وادي الرمل وخروبة والكيلو 4. ونجح السد الرقمي الذي تم إنشاؤه مؤخرا بوادي إسماعيل في أول اختبار له في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي بإجمالي كمية مخزنة بلغت حوالي 175 ألف متر مكعب من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ 250 ألف متر مكعب.